واحد بيقول هل وجود تمثال للسيدة العذراء أو لأحد القديسين في المنزل يمنع حضور الملائكة؟ لا أبدا. يمنعه بسبب إيه؟ وما معنى لا تصنع لك تمثالا؟ اللي قاله الكتاب لا تصنع لك تمثالا منحوتا في السماء والأرض إلى آخره، لا تسجد لهن ولا تعبدهن. يعني الكتاب منع التماثيل إذا كان الواحد بيعبدها، لكن إذا كان مجرد تمثال زيه زي الصورة ما فيش ما يمنع من وجود تمثال للعذراء أو لأحد القديسين عندكم في البيت.